وهم في المستشفى متوفيين، طلعوا راحوا المستشفى متوفيين. انا من يوميها والله العظيم ربنا بس اللي عالم بيا، انا من يوميها ما بننامش الا انا ولا ماما ولا حد فينا. قاعدين بنتغدى انا ووالدتي والثلاث اطفال، انا ووالدتي والثلاث اطفال وستي واخواتي الصبيان الاثنين. اتغدينا، وبعد ما اتغدينا كان اول بدايه كورونا، فبدات امسح الشقه واعمل الحاجه والكلام ده كله. فماما قاعده في اوضه هي وكلهم، وانا بس يعني بدات اروق في الشقه، روقت الشقه وهو هم قاعدين الولد والبنت التوأم قاعدين على كنبه، ومحمد اخويا قاعد تحت رجليهم، ووالدتي قاعده على الكنبه التانيه، ومحمد ابني قاعد تحت رجليه. احنا كان يوم جمعه ومفيش اي حاجه، وكانت الامور مفيش اي حاجه خالص. مسحت وطلعت بره، يعني طلعت الصاله، انا مسحت الاوضه اللي هم قاعدين فيها وطلعت الصاله امسح الصاله وامسح المطبخ. فسمعت دبة وانا في الصالة، فطلعت اخرج اشوف الدبة دي منين. طلعت لنص الحوش، سمعت ماما بتصوت بتقول لي محمد اخويا العيال وستك، العيال وستك يا محمد. بس طبعا صوتت صوت جامد، فانا رحت بصة لقيت في زي تراب طالع من شقتنا، فانا ما خرجتش الشارع، رحت لفه وجيت ارجع اخش الشقه، رجلي خانتني وقعت في الارض. بدات ادخل، ما قدرتش اسند نفسي ورحت واقعه في الارض، صحفت لحد ما دخلت جوه. رحت دخلت لقيت ماما واخواتي والشارع كله جوه، مش عارفه ازاي اصلا. لقيت ماما بتصوت العيال وستك، العيال وستك. حاولوا، ماما كانت يا دوبك ما خرجتش بره باب الاوضه، حاجه زفتها البعيد.